صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار، ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل. النهارده هنشوف ازاي نعمل اسبريسو بالايروبريس، ودي على فكره طريقتي المفضله في عمل القهوه. والاسبريسو اللي هيطلع احب اقول لكم هيبقى خرافه، وكل مميزات الاسبريسو هتكون موجوده فيه، والمراره هتبقى خفيفه جدا. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الطريقه العاديه بتاعت الايروبريس اللي هو الطريقه العاديه وبضغط كده زي ما انتم شايفين. المره دي بقى لا، هنستخدم حاجه اسمها الانفرتد ميثود اللي هي الطريقه المقلوبه، ان انا هقلب الايروبريس زي ما انتم شايفين كده، يبقى الجزء اللي تحت هو اللي فوق والجزء اللي فوق هو اللي هيبقى تحت. هنستخدم بقى في طريقتنا النهارده بن الاسبريسو الميديوم روست، ودي تعتبر اخر عبوه موجوده عندي من النوع ده، ومع الاسف لحد دلوقتي مش لاقي منه تاني، تقريبا مش عارف بقى وقفوا انتاجه ولا ايه، فياريت لو حد يعرف موجود فين يقول لي. ايه يعني بفتحها اهوت، ويعني صعبان عليا صراحه ان انا افتحها. هنحتاج بقى من البن ده، حوالي 17 جرام بن، ويكون مطحون طحنة ناعمة بتاعت اسبريسو. وبعد كده هنهز الايروبريس عشان نخلي الليفل بتاع القهوة متساوي زي ما قلنا المرة اللي فاتت. وبعد كده هنضيف حوالي من 56 ل 57 جرام مية، وتكون درجة حرارتها حوالي 91 درجة. ولو ما عندناش ترمومتر زي ما قلنا، فاحنا ممكن نغلي الميه ونستنى عليها حوالي 30 ثانيه هتوصل لدرجه الحراره اللي احنا عايزينها. بعد كده بقى هنجهز الفلتر بتاعنا، وعشان يثبت في الكاب وما يقعش وانا بقلبه هصب عليه ميه، ومش هتفرق ميه سخنه او ميه بارده، بس اهم حاجه عشان تحافظ لي على الفلتر يبقى جوه الكاب وما يقعش مني لما اجي اقلبه، لان احنا زي ما قلنا الطريقه دي بتبقى مقلوبه. وزي ما انتوا شايفين اهو الفلتر بتاعي بقلبه كذا مرة اهو ما بيقعش مني. بعد كده بقى هنبدأ ان احنا نقلب القهوة اللي موجود عندنا في الايروبريس لمدة 15 ثانية. وبعد ال15 ثانية دول هركب بقى الفلتر كاب بتاعي، وبكده يبقى القهوة بتاعتي جاهزة ان انا انزلها من الايروبريس. الفكرة بقى هنزلها ازاي؟ هجيب الكوباية بتاعتي واحطها على الايروبريس بشكل مقلوب ده، وبعد كده هعدلها. والفكرة بقى في الضغط المرة دي ان انا هحاول اضغط القهوة دي في زمن حوالي 5 ثواني، طبعا اخلي بالي وانا بضغط بحيث ان انا ما اكسرش الكوباية، وفي نفس الوقت احافظ على ايدي انها يحصل فيها اي مشاكل سواء انها تتعور او تتحرق. وزي ما انتم شايفين الاسبريسو نازل اهو، والكريمة بتاعته بلونها الجميل الذهبي، وحابب اقول لكم الطعم خرافي جدا، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. مع السلامه.